عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمد في صبيحة يوم من الأيام سيدنا النبي محمد سوف يعرض على الصحابة أسئلة، يعرض عليهم أسئلة بعد الصلاة على رسول الله. يعني تخيل الموقف والمشهد، نحن الآن في صلاة الفجر مع رسول الله، فسأل النبي الصحابة فقال لهم النبي محمد: من منكم اليوم أصبح صائما؟ سكت الناس وتكلم على طول، خلاص معروف. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ما اتفق النبي مع أبي بكر، قال له: أبو بكر خلي بالك، أنا بكرة حسأل أسئلة وأنت عارف أنت حبيبي. ما قال له ذلك النبي، ولكن للخير رجال، صح والغلط، وللنفوس أحباب إخوان الله ميول. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن جعل الله الخير على يديه. وقال النبي في حديث آخر: من الناس ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. واحد تشوفه تذكر الله، وواحد تشوفه تستعيذ بالله. صليت مع رسول الله، نسأل الله العفو والعافية. جميل أحبابي إخواني، أي والله. فالنبي محمد قال: من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. خلاص نغير الأسئلة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فمن منكم اليوم تبع جنازة؟ الله، هي الجنازة دي كانت متخفية، كانت لابسة طاقية لخفة. فسكت الصحابة، فقال: أنا يا رسول الله. ثم قال النبي محمد: من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. طب نغير، من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ يا ربي واحد يتكلم ثاني يا رب. أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما اجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة. يعني أبو بكر إيه؟ خلصت، صح ولا غلط؟ طب تعال نرجع حاجة بسيطة جدا، كم الوقت الذي استغرقه أبو بكر؟ عارفين من إمتى لإمتى أحباب إخواني؟ الأربع أعمال الكبيرة دي أحباب إخواني في الله، من أذان الفجر إلى الإقامة. يا أخي متخيل المشهد؟ من الفجر إلى الإقامة، أربع أعمال من الأعمال، ليست يعني موضوع السر كذكر الله كأي أمر، لا، ده أمر يحتاج إلى كلفة وإلى مشقة وإلى بحث. طب أبو بكر عمل ده كله إزاي يا أحباب؟ ما أنت ممكن تقول: طب بالله عليك الحديث ده صحيح، صليتم على رسول الله؟ هقول لك والله العظيم صحيح، صليتم على رسول الله؟ قالوا أحباب إخواني في الله في حديث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من منكم أصبح صائما؟ فقال عمر، قال عمر: يا رسول الله، والله نسيت أن أنوي، كان نفسي أصوم بس أنا نسيت أن أنا إيه؟ أنوي. فقال أبو بكر: ولكنني أنا نويت يا رسول الله، بس أنا نويت امبارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منكم عاد مريضا؟ سكت عمر، لأن المنافس لسيدنا أبو بكر مين؟ عمر، والمنافس لك أنت مين؟ يا رب اجمعنا مع النبي محمد يا رب. منافس لك واحد فينا حماتك، صليت مع رسول يا أنا يا هي، صليت مع رسول الله، أسأل الله العفو والعافية. اللهم أعدل أهدي كل حما يا رب العالمين. شوف كلمة أمين طالعة بضميري إزاي، منكم صليتم على النبي محمد. اسمع، قال النبي محمد: من منكم زار مريضا؟ مريض. فسكت أبو بكر وسكت عمر. فقال سيدنا عمر: يا رسول الله، قد سمعت بالليل امبارح بالليل أن عبد الرحمن بن عوف به وجع، فقلت أمر عليه في طريقي وأنا أريد أن أصلي معك، أنا رايح أصلي مع النبي.
طب من عدي على عبد الرحمن بن عوف يقول له أخبارك يا عبد الرحمن، شفت التجهيز يا أخي؟ طب والصدقة تتخيل جنها ازاي أبو بكر الصدقة دي؟ قال النبي ومن منكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال سيدنا أبو بكر يا رسول الله لما دخلت المسجد، لما دخلت أنا المسجد يا رسول الله جاء سائل يسأل فنظرت إلى حفيدي أبو بكر كان معاه في صلاة الفجر، هذه المرارة الطافح صليت مع رسول الله وأنا وأنت ربما بنحافظ عليه في رمضان، صليتم على سيدنا رسول الله، فرأيت في يدي ابن عبد الرحمن بن عوف كسرة خبز، شفت في إيده إيه؟ كسرة خبز، فأخذتها يا رسول الله من يده ودفعتها للسائل. الشاهد أين نيتك؟ أنت عايش ليه يا أخي؟ أنت فعلا عامل لك استثمار بينك وبين مولاك وأنت تبحث عن الصدقات وأنت تبحث عن القرب عن الله. يا جماعة يا أحباب إخواني في الله، ما من واحد فينا إلا وسوف يأخذ عمره كامل مكمل، هتاخده وتاخده، بس إياك أن تقبل على الله وأنت مفلس. صليتم على سيدنا رسول الله؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ضرب المثل الأعلى هنا، فقال له النبي محمد يا أبا بكر ما اجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة. أبو بكر مش عايز يدخل الجنة وخلاص يا أحبابي أخوان، حتى في أعمال الخير. روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بزوجين في سبيل الله نودي عليه يا عبد الله هذا خير. أي زوجين دي؟ قالوا الزوجين يعني يا أحبابي أخواني في الله أمرين مختلفين يا أحبابي، يعني تتصدق بدرهم ودينار أو بطعام وشراب، كسوة وطعام تشكل في الصدقة، ينادى عليه. فمن كان من باب الصدقة، واحد بيحافظ على الصدقة ينادى عليه من باب الايه؟ الصدقة. اسمع معي كويس، ومن كان من باب الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، ومن كان من باب الصيام نودي عليه من باب الريان. صليتم على رسول الله؟ جميل احبابي اخواني في الله. ثم قال ابو بكر، يعني الابواب حتنادي؟ ابو بكر اراد ان ينظر الى اعلى الامور، فقال يا رسول الله وهل على المرء يا رسول الله ان يدخل من هذه الابواب كلها جميعا يا رسول الله؟ مش ممكن الابواب دي تنادي على الواحد كلها تنادي عليه يا رسول الله؟ سيدنا النبي يروح يقول له يا أبا بكر نعم وإني لأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. إيه الشغل ده؟ شغل ناس فهمت القضية، أصلحت ما بينها وبين مولاها. لأجل ذلك أحباب إخواني في الله إن صح حديث اليوم أن نقول اليوم يومك يا أبو بكر، صح ولا غلط؟ يوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما ولاه، وقد قال النبي محمد فيه كل من كان له يدا علينا كافأناه بها. كل واحد عمل معنا جميل وقف معنا في أيام الدعوة ردنا له الجميل، ما خلا من أبا بكر الصديق، تركنا الذي يكافئه هو الله. يا سلام يا الله، اللهم اجمعنا مع أبي بكر وأصحابه. إخواني في الله، رمضان سبق ومنافسة، والله ناظر إلى أعمالكم، فأروا ربكم ما يحب. خلصنا العشر الأولى، وسيدنا النبي محمد اجتهد في العشر الأوائل، فنزل عليه جبريل وقال له يا محمد إنما تبحث عنه أمامك، اللي انت طالبه ايه؟ قدامك. فاجتهد النبي في العشر اللي هم مين؟ اللي جايين إن شاء الله. فلما أنهاها النبي محمد قال يا محمد إنما تبحث عنه أمامك. ماذا كان يبحث؟ عن ماذا كان يبحث النبي؟ كان يبحث عن ماذا؟ وهل النبي يحتاج إلى ليلة قدر؟ هل النبي محمد يحتاج إلى مغفرة للذنوب؟ لا يحتاج، صليتم على رسول الله. ولكن يريد النبي محمد أن يضرب المثل الأعلى في تقواه وخوفه ووجله وعبادته لمن؟ قالها علانية، هو قال صلى الله عليه وسلم أما والله
إني لأخشاكم وأتقاكم لله، لما قالت له أمي عائشة: هون على نفسك يا رسول الله وقد تورمت الأقدام. قال لها: يا أم المؤمنين، أفلا أكون عبدا شكورا؟ نسأل الله أن يحشرنا في زمرة رسول الله في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وسلم. الجماعة